أول 200 يا عصام. أول 200 أهو. إذا فكر ولا سليم. أستاذة أمينة قالت 100 بس مش كفاية يعني. أدي أول 200 أهو. نجيب شاي منين بقى؟ وقالت النقيض 200 برضه. أقول لك حاجة يا رفاق، أنت عارف لما كان جدل. أستاذ رفاق 100 يا عصام. أنا كنت أجي وأنا أقول له أنا اللي عازمك. كان يحكي يقول له ده يوم وانا اللي كنت فعلا عزيز. والله احنا عزيز جلال حماشي عمر ما دفع حضرتك طول عمرك. لا وجلال عيسى، جلال عيسى طبعا ترى هتتكرر النهاردة. جلال عيسى كان العضوية بس كان ايه رشاطك يا سيدي في الانتخابات ولسه لا والله.